لك روح يا شيخ يلاقي تتجوز مفتش تمويل. طب والله انا وريني وريني شوية شوية وريني وخد عيني وريني شوية شوية. دكتورة دكتورة العالم دكتورة. اتأخرت عليك يا روح قلبي؟ روح قلبك؟ أمال اللي خارج داخل معاها دي تطلع إيه؟ زينب. أيوة زينب. دي زميلتي. زميلتك وبس؟ لا ومخطوبين لبعض تقريبا. إيه؟ هي وإسماعيل. أنت بتغيري، إشمعنى أنا ما بغيرش من زين؟ زين؟ زين ده إيه كمان اللي هبصيله على آخر الزمن؟ ده أنا مترمى تحت رجليا شخصيات وحكام. أهو بيحبك. حبه برص واتنين خرص عمي وطرش. انت مش كنت عايزه تكتبي مذكراتك على اللي شفتيه ايام زمان مع الناس دول؟ ما انت عارف اني خطي عاجز وعلى بابا الله. انا علمتك الكتابه والقرايه وامتحنتك وطلعتي 100 فل وعشرة. لا وحياتي يا حلمي انا امليك وانت تكتب. خد ادي الورق والقلم. ايه ده؟ ده كراس الواجب. هتكتبي على الرأس في كراس الواجب؟ طب ما هو الرأس كمان واجب. الرأس واجب؟ الرأس واجب وطني ولا اجتماعي؟ إذا كنت هتتريق بلاش. لا 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 معلش. قوليلي أول مرة رقصتك كان عندك كام؟ كان عندي 9 سنين وعملولي بدلة رقص صغيرة على قدي. محدش من اللي كانوا بيتفرجوا اتصور إن الطفلة دي هتغير في الرقص الشرقي. قبل مني كان الرقص هز بطن وصدر وحاجات تانية. أنا اللي خليته فن. اتعلمت الحاجات دي من الحفلات اللي شفتها في الأوبرا والبرجولة والأوبرش. تعرف يا حلمي انا نفسي في ايه؟ نفسي اتفسح معاك. نفسي نتمشى مع بعض في الشارع، نتفرج على الفيترينات، نخش السينما، ولا اقول لك نروح المسرح، ولا تتكسف مني؟ قرنفله ما تبوخيش. خلاص يا ستي انا عازمك بكره على المسرح بس على شرط. امر نرجع نكمل مذكرات. انت انت مين انت؟ اسماعيل الشيخ. ايوه في حاجه؟ أم علي أنتوا مين؟ ما تخافش إحنا الأمن. إيه في إيه؟ عاوزين الأنسة زينب دياب. زينب؟ ليه؟ في حاجة؟ هتجاوب على كام سؤال وترجع على طول. يا فندم في إيه يا إسماعيل؟ مش عارف إيه الحكاية دي؟ في إيه يا منح؟ يا ابني إحنا بقينا وش الفجر والنار ليه عينين؟ أنزل معاهم يا بابا نشوف في إيه؟ طب خش غير هدومك هاتي البلطم وزينب. خليك انت مستريح انا جاي معاكم. مفيش اوامر بكده. ما هي البت كمان ما تنزلش معاكم في حصه زي دي. ما تخافوش نص ساعه بالكتير وهترجع لكم. وانا ايش ضمني؟ خلاص يا بابا عشان خاطري. كده انا عملت ايه؟
مفيش محضر باسمه ولا دخلوا هنا خالص. قلت لك مش عندنا. مش عندكم ازاي؟ طب مش جايز رحلتهم حته تانيه؟ دفتر الاحوال اهو ودفتر السجن اهو، ما فهمش الاسماء دي خالص. اعمل معروف يا ابني، ربنا يخليك. اعمل معروف سعيد، ربنا ما يرميك في دقيقه. طب مش تفهموني، تهمتهم ايه؟ هم عملوا ايه بالظبط؟ هيعملوا ايه؟ دول تلامذه تلامذه. ما احنا لو عارفين هم فين ما كنا سالنا. انا بنتي ما عملتش حاجه، انتوا اللي جيتوا خدتوها سكتي. يا ست احنا ما قبضناش عليهم خالص. امال مين بس؟ انا اش عرفت؟ امال مين اللي يعرف؟ يعني الارض اتشقت وبلعتهم؟ مديريه الامن ما عندهاش اي خبر عن الموضوع ده. امال نسال فين؟ في مديريه التحرير ولا استعلامات السكه الحديد؟ روحوا اسالوا في المباحث العامه. هو البي رئيس المباحث فين؟ تاني اوضه المنوره دي. مش عندنا يا زبدي. كفايه بقى مشمعين. سالنا في الاسم، قال لنا واحد ظابط بالدبورتين على كتفه اساله في مديريه الامن. سالنا واحد افندي زي حضرتك قال اساله في المباحث العامه. خدنا تاكسي وجينا هنا على طول، وانا بقى مش منقوم من هنا لو معايا بنتي. يا ترى انت فين يا بنتي؟ شوف كويس صحه والدك يا سعاده البيت. ده المفروض يسافر السد العالي ومعطل نفسه. بقول لك مش عندنا. بقول لك خدوه في عربيات حكومه. انت متاكد انها عربيات حكومه؟ امال عربيه رش؟ الو مين؟ الاستاذ زين العابدين تليفون. ايوه ايوه جاي حالا. ده لازم تلاقيه وكيل الوزاره يمكن او رئيس الوزاره. الو لسه ما عرفتش احنا مرميين الرميه دي ليه؟ طب امتى هيحققوا معانا؟ انا. انت مين؟ 17. عايز ايه 17؟ انا هستنى هنا كتير. بطل غلب يا 17. ممكن اروح دورة المية؟ في حد في الدورة؟ لا. اتشال يا ابن الكلب، هتقعد طول النهار جوه؟ عاوز التعيين ولا نشيله؟ عايز اعرف الاول انا فين؟ انتوا جايبيني هنا ليه؟ عايز الاكل. اهلا مدموزيل عايده. امام فين محسن؟ ما جاش النهارده، هو كان هنا امبارح. اتفضلي اتفضلي. تعالى هنا خد تعالى. لا لا انا مش سالك، قلت لي مفيش حد منهم جه. ما انا ما كنتش فاكر انك تقصدي محسن. ما قالكش حاجه؟ هو مين؟ محسن. لا ما ده شرب قهوه مش على طول. طب غور من وشي. غور من وشي. ايه ايه يا ست قرنفل؟ قلبي مقبوط، حاسه كده ان في حاجه حصلت للولاد. يا شيخه بعد الشر. اصل بقى اللي زي دول شبان وما يرسوش على حل وعلى مكان واحد. طب ليه مش شافوا لهم مكان تاني يكون يناسبهم؟ المفروض انك انت اللي تدور على مكان يناسبك. انا هنا بقى زي ما بيقولوا الراجل المناسب في الدكان المناسب. يا اخي انت ايه؟ ما بتكلش يا ستي من ما تشوفني. هات هات هات. انت ايه؟ ايوه جاي. ايوه جاي يا حاج. مازمازيل عايده، هو محسن في مدرسه ايه؟ Faculty of Applied Arts. نعم يا اختي. يعني كليه الفنون التطبيقيه. شكرا. محسن يا محسن تعال. اهلا ست قرنفل، ايه المفاجاه دي؟ فين حلمي يا محسن؟ سمعت انهم اعتقلوا الشله كلها. اعتقلوهم؟ قبضوا عليهم. قبضوا عليهم ليه؟ عملوا ايه؟ ما حدش يعرف، واذا بلغني حاجه هبقى اطمنك. متشكر.
يلا يا استاذ. يا ولاد شوفوا قطارهم، نروح للحاجة مرافق اللي سوق السلاح. عليكي نور. عين العقل. عين الجه. لا مؤاخذة يا أم إسماعيل، ما تعالوا يا جماعة. النص ساعة قال. يا رب. يا رب. الحمد لله اخيرا لقيت حد مسؤول زي حضرتك اعرف اتكلم معاه. ما تتكلمش لما خالد بيه سلب. ما تتلفتش. خلاص يا ابني اتفضل يا عادل. بعد اذنك يا فندم. اتفضل. اسمك وسنك بالكامل. اسماعيل محمود الشيخ 25 سنة. مهنتك وعنوانك؟ طالب بنهائي طب القاهرة 11 حارة دعبس بالحسنية. انضميت للإخوان المسلمين امتى؟ الإخوان؟ أنا عمري ما كنت من الإخوان. ما المربي دهنك ليه؟ دي طولة ولا مؤاخذة هنا؟ على العموم ارتحت من حلقتها. تصور بقالي 20 سنة من أول خدمتي يومات يا أم النجمة أحلاها لما هلكت. كمل يا عادل. اسماعيل انت يوم الخميس اللي فات كنت واقف مع اتنين من اللي بيجمعوا تبرعات لاسر المسجونين من الاخوان. ليه؟ لا ده كان واحد زميلي وكان بيجمع تبرعات لبناء جامع. ما دام واحد منهم صاحبك يبقى هو اللي اقنعك للانضمام ليهم. يا فندم انا ما انضميتش ليهم ابدا. وده مش صاحبي، ده يعني مجرد زميل عادي. يعني تعرفه ولا لا؟ ايوه اعرفه. بس 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 ايه؟ انا قول يا اسماعيل. احنا اخوات. خلاص خلاص كمل يا عادل. تعرف ايه عن التنظيم؟ تنظيم؟ انا ما اعرفش اي حاجه عن التنظيم ده. بطل لف ودوران وكلم عدل. ما تخلينيش ازعل منك يا فندم. انا مش خد سيجارة وروق. احنا بندردش مع بعض وكله تسديد خانات. شك. لكن انا واثق انك بريء. اتفضلي يا ريس. ارجوك قولي انا مش لاقي حد.